السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم لكم على صناعة البواخر في الجزائر، واللي عرفت قفزة نوعية في السنوات الثلاثة الأخيرة هذه، واللي عندنا زوج تجارب رائدة في ميدان أولا صناعة البواخر نتاع لي روموركر، سكون أبال لي روموركر، وين تم صناعة زوج بواخر من فولاذ، يعني بواخر فولاذية في ميناء بوهارون لحساب شركة سوناطراك، واللي تسلمت البواخر هذه. وكذلك التجربة الثانية اللي رائدة في صناعة البواخر صيد الطونة ذات 34 متر طول، واللي تم صناعة 3 بواخر منها في ميناء زموري. إذن هاد زوج تجارب يعني جيدة جدا سجلت في السنوات الأخيرة، وكان عدة نماذج من هذه البواخر راهي قيد الإنشاء في مصانع البواخر في بوهارون وزموري. إذن ما نتكلموش على البواخر، كاين صناعة تاع بواخر أخرى خشبية تاع الصيد، لكن لا ترقى إلى هاد زوج تجارب. اليوم نعرفكم تجربة جديدة نتاع مستثمر جزائري جاء من فرنسا وعنده رصيد هام جدا في صناعة البواخر، وتجربة كبيرة حيث أنه عنده عدة مصانع في عدة دول في أوروبا، ويصنع بواخر متوسطة الحجم يعني هامة جدا. سوف نشاهد هذه التجربة ثالثة، واللي بالمناسبة أناشد السلطات نتاعنا بعدم ما نخليوش هذه الفرصة تروح من يدينا، لأن هذا المستثمر الجزائري إذا لم يستثمر في الجزائر سوف يستثمر في دول أخرى، وتقدر تكون هذه الدول الأخرى تقدر تكون معادية للجزائر. لابد علينا أن نوفر له كل ما يحتاجه لكي يستوطن صناعته في الجزائر، نحتاجها كثيرا جدا في كل الميادين. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو بدون ما نطول عليكم، والسلام عليكم. لا غبار على إمكانيات الكفاءات الجزائرية بالمهجر، هذه الكفاءات التي تسعى اليوم للعودة إلى أرض الوطن باستثمارات كبيرة وأفكار مستحدثة. والحديث هنا عن صناعة السفن التي باتت لها الحكومة أهمية كبيرة. Je suis fabricant de bateaux avec trois associés français qui sont nés en Algérie. Et depuis 1920, elle existe cette société. Ensuite, elle s'est arrêtée un peu quand les parents sont morts. Je l'ai repris tout seul. Alors, on fabrique des bateaux de plaisance et des bateaux militaires. On a une usine à Dubaï, on a une usine en Pologne pour des grands yachts et on a une usine aussi en France. المستثمر الذي استطاع أن يقدم نماذج ضخمة في العديد من بلدان العالم على غرار فرنسا، موناكو ودبي، يقدم مشروعه اليوم بالجزائر طامحا لأن يكون هذا الاستثمار نقل نوعية بقطاع صناعة السفن محليا. Donc là c'est le prince de Monaco qui nous a commandé une pièce. Après il y a quelques pays aussi, voilà, des milliardaires sur planète qui nous ont commandé. Là on a actuellement en fabrication 20 comme ça. Notre rôle, c'est de se développer en Algérie, de créer 20 000 emplois. Voilà. Mon rôle, c'est de développer le pays, de créer de la richesse et un emploi, et de venir tenir le monopole de l'Afrique et pourquoi pas l'Europe. Actuellement, on a des contrats pour des bateaux militaires avec des pays étrangers, mais bientôt pour l'Algérie. On fabrique des bateaux militaires, gendarmerie, دوان و بوليس ماريتيم. الاهتمام الحكومي بهذا القطاع والكفاءات القادرة على التصنيع ودعمه بات الآن ثنائية تستطيع منح القطاع الصناعي فرصة ليسجل نقل نوعية في تصنيع السفن.